السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مكاتب كتيرة بتبدأ إنها تطبق البيم وبعد كده بتفشل أو الموضوع ما بيكملش أو بتواجه مشاكل، ده لأن هي مش حاطة بيم implementation roadmap، مش حاطة خطة لتطبيق البيم هيبقى عامل ازاي. احنا اتكلمنا كذا مرة في بيم أريبيا، سواء فيديوهات أو مقالات أو في الكتب مثلا طريق للبيم، ايه الخطوات اللي احنا ممكن نطبقها. طيب ده مثال لحاجة سهلة وبسيطة. طبعا في كل شركة بنعمل حاجة مختلفة، بنبدأ نشوف الشركة دي ايه الوضع الحالي بتاعها وايه اللي بتطمح ليه وايه الظروف بتاعتها وبنعمل حاجة خاصة بيها. ده مثال مثلا ان اول حاجة لازم تكون الادارة مقتنعة وفي دعم من الادارة. بنبدأ نشوف الفريق اللي هيبدأ يشتغل بيم، ممكن يكون الشركة شغالة بيم، فبنبدأ نشوف الفريق اللي شغال بيم، ولو في مشروع معين بنحدد أنهي فريق اللي هيشتغل في المشروع دوت. لو عندنا عدد كبير شغال بيم، كل مشروع بيبقى فيه عدد جزء معين من الناس اللي شغالة بيم. الناس اللي هي تقرر إنها تشتغل بيم بنعمل لها تدريب مبدئي. على سبيل المثال مثلا هيشتغلوا على برنامج الأركيكاد، فبنبدأ نديهم تريننج يشتغلوا نفس وركس، بنبدأ نديهم تريننج. وبعد كده الإدارة نفسها بنديها تريننج بحيث إنها تبقى مستوعبة وفاهمة الخطوات هتبقى عاملة إزاي، ومش بيتعلموا إن هم يشتغلوا بالسوفت وير بس، بيتعلموا إزاي يديروا الموضوع، إزاي يتعاملوا معاه. وكل مشروع بنعمل له بروجكت كيك أوف، بنشوف الخطوات هتبقى إزاي، إيه الحاجات اللي مطلوبة مننا في المشروع دوت. نقعد مع المدير ومع المالك ونبدأ نشوف ايه اللي هو متطلبه. بنعمل اللي هو المتطلبات بتاعة المالك، نبدأ نكتبها requirement، وبعد كده نعمل training للناس لو في حاجة special في الحاجات المتطلبة، مثلا مطلوب facility management والناس ما اشتغلتش قبل كده، مطلوب مثلا حاجة في الانفراستراكشر والناس ما اشتغلتش قبل كده، فبنبدأ نديهم التريننج اللي قالهم ان هم يشتغلوا الحاجه السبيشال في المشروع دوت. على سبيل المثال ممكن يكون في جزء مثلا مطلوب بتكلا او هتعمل تكلا بشكل كويس، فبنبدا نعمل تريننج سبيشال، وبعد كده بنبدا نعمل بيمتشن بلان ونحدد الخطوات اللي هتطبق، وبنحدد الناس هتشتغل ازاي وطريقه تبادل المعلومات تبقى عامله ازاي، وبنبدا نشتغل على الموديل، ويبقى في طريقه للتاكد من ان الموديل شغال مظبوط، وبنبدأ نشوف ايه انسب طريقة للبحث وتبادل المعلومات. مش لازم تشتغل بالريفت مثلا، ممكن برنامج اخر، مش لازم اللي تشك الموديل يكون بنفس الوركس، ممكن برنامج اخر، مش لازم بنفس 62. يعني اللي انا اقصده ان دي مش حاجة ثابتة، كل مشروع وكل شركة وكل فريق عمل بيختار الادوات الخاصة بيه. يعني في كذا مشروع اخترنا بمتراك، ده كان شايفين ان هو انسب في المشروع دوت عن البيم 360، لقيت اللي انسب ليك نفس وركس والبيم 360 شغال بيه، مفيش اي مشكله خالص. احنا عادي، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نحقق الهدف بتاعنا مش الوسيله اللي هتودينا، اهم حاجه الهدف مش طريقه المواصلات اللي هتودينا. وبعد كده بنبدا نقفل المشروع، ممكن تكون انت بتسلم لحد تاني هيشتغل بعديك او كمل شغل، السكوب بتاعك يخلص فانت بتسلم بشكل كويس للي هيجي بعديك بحيث ان هو يقدر يشتغل ويكمل، ويبقى فيه فاسيلتي مانجمنت اللي هتستفاد منه في البيم. الفاسيلتي مانجمنت بيدي قوه كبيره جدا في البيم. الحمد لله الواحد خد خبره في البيم وخد خبره في الفاسيلتي مانجمنت في المشاريع اللي اشتغل فيها. فده مثال كده ازاي بنعمل البيم implementation.